السلام عليكم. اولا شكرا لتيفل اسبريس على هذه الاستضافه الجميله، شكرا لساكنه تيفلت على الاستقبال وعلى حفاوه الاستقبال وعلى الفرح ديالهم، وحنا كنصوروا فيلم طويل، فيلم كوميدي بهذه المدينه الجميله. شكرا للسي عبد الصمد عرشان، لانه لولا السي عبد الصمد عرشان ما غاديش كنا نكونوا حنايا هنا وما غنقدروش نصوروا الفيلم هنا. فالفضل كيرجع للسي عبد الصمد عرشان، لانه هو يدافع عن المدينه ديالو بواحد الشكل جميل، كيدافع عليها في المسرح. والان انه كنشوفوا عروض مسرحيه طيله السنه، الان السي عبد الصمد عرشان انه فتح واحد الباب اخر للمدينه، وهو يخلق من المدينه تيفلت واحد الفضاء لتصوير الافلام السينمائيه والتلفزيه والافلام اللي كنشوفوها جميعا. فشكرا لك السي عبد الصمد، شكرا لجميع المتعاونين معنا وجميع الناس اللي عاونونا، المسؤولين ديال المدينه، لا من رجال الامن ولا القوات المساعده ولا الكل، على المساعده ديالهم وعلى الحب ديالهم للفنانه اللي متواجدين الان بمدينه تيفلت. فكنتمناو ان هذا التصوير هذا هو يفتح باب للمنتجين اخرين انهم يجيو يصوروا الافلام ديالهم بهذه المدينه الجميله، المدينه الرائعه، وبالحب ديال الناس، لانهم استقبلونا بواحد الاستقبال جميل، والجميع انه فرحان والناس كلهم فرحانين. فشكرا لكم، شكرا لكل واحد ساهم باش ينجح هذا الفيلم. الجميل في هذا التصوير هذا هو اول مره كيتقام واحد التصوير ديال الفيلم بهذه المدينه، فهذا شيء جميل انه الفنان الان بهذه المدينه كيتواجد وكيقوم بتصوير فيلم امام الجمهور، امام الجمهور اللي الان انه شغوف بالحب للمعرفه وباغي يعرف يعني كيفاش كيتم التصوير. فهذه مساله ايجابيه ومساله جميله انهم يتعرفوا على الناس المدينه كيفاش كيدوزوا الاجواء ديال تصوير فيلم يعني تلفزي ولا سينمائي. فكما قلت اننا ان شاء الله نحبوا ان هذه التجربه هذه تتكرر ان شاء الله. فشكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي كيتعاونوا معنا والناس اللي ساعدونا باش ينجح هذا الفيلم هذا. شكرا لكم.